खतम शरीफ की महफिल है, उसके बाद जनाजों का इंतजाम है। बराए मेहरबानी आप लोग तशरीफ रखते जाए, जैसे जैसे सरकार आ रही है तो आप लोगों से गुजारिश है कि रास्ता छोड़ दें। इंशाल्लाह अभी खतम शरीफ की महफिल होगी तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बाअदब होकर तशरीफ रखें, अभी खत्म शरीफ चंद मिनटों में शुरू हो जाएगा। नारा लगा दे, नारा नारा तकबीर अल्लाह, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा आस्ताना आलिया तलिया वाला शरीफ, आस्ताना आलिया तलिया वाला शरीफ, पीर सैयद नासर हुसैन शाह साहेब। सलातो सलाम अलैक या सीदी या रसूलुल्लाह, सलातो सलाम अलैक या सीदी या हबीब अल्लाह। जेड़े दो साइडां दे खड़े ने जल्दी जल्दी पिंडां नूं तशरीफ लैओ, जेड़े दो साइडां दे ने साइडां दे सामने भी खड़े ने जल्दी जल्दी, जिथे जगह मिलदी उथे ही बैठ जाओ। गुरदुआरे वाला शान तशरीफ लिया चुके ने, चंद हमें बाद इंशाल्लाह खत्म तशरीफ पढ़ा जाएगा। जल्दी जल्दी सब दोस्त अपनी जगह पे तशरीफ रखो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلام
والسماء پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ آئے تو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب الهدي والمعراج والبراج والألم دافع البلاء اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مكتس معطر مطهر مهبر في البيت والحرم شمس الدعاء صدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مستعي الظلم جميل الشيم شفير ممساه بالجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمئراد سفره وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المستاشين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد السكلين نبي الحرمين
بالقبلتين وسيلتنا في الدارين شاهدك بغوصين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الهسن والهسين مولانا وموثقنا سيدنا بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمال الإيمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ਅਵਲ ਹੰਦ ਦਾਮਦੇ ਅਲੀ ਕੇ ਦਰੂਦ ਰਸੂਲ ਵਾਲੀ 4000 ਦਾ ਰਵਾਂ ਸਵਾਲੀ 5000 ਉੱਤਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਖੂਬ ਪਿਆਰਾ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਾਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਜੀਤਾ ਕੁੱਲ ਬਸਾਰਾ ਵਾਰਸ ਸਭ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਿਆਰੀ ਦੋਈ ਜਹਾਨੀ ਇਹਦੀ ਯਾਰੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਬਧਾਰੀ ਤਨ ਮੈਂ ਨੇਤੋ ਵਾਰੀ ਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਣ ਕੀਲਾ ਦੋਈ ਜਹਾਨੀ ਮੇਰਾ ਵਸੀਲਾ ਮਹਿ ਉਬਲਹਾਰੀ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਧਕ ਹੈਗੇ ਗਾਡੇ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਬੇੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਰੱਬ ਉਤਾਰੀ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਪਿਆਰੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਸਤ ਲਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਉਤਾਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਇਹੀ ਗਰੀ ਪੁਕਾਰੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਸ਼ਾਹ ਹਦੀ ਮਤਵਾਲਾ ਬੀਤਾ ਵਿਆਲਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਸੈਯਦ ਵਾਰ ਸਮੀਸ਼ਾ ਸਤੇ ਆਲਾ ਸੁਖ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰ ਜਲਾਨੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਨੀ ਸੈਯਦ ਮੀਰਾਂ ਹੈਦਾ ਸਾਨੀ ਖਾਚਾ ਦਰਬਾਰੀ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਗਲਾਨੀ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮਸੂਦਾਂ ਬੀਰ ਦੁਲਾਰੇ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸੂਫੀ ਪਿਆਰੇ ਵੋ ਜਾਨੀ ਅਬੂ ਨਾਸਰ ਮਦਕਾਰੀ ਦਾ ਅਬਦੁਲ ਬਹਾਦ ਦਾ ਨਾਵਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਗਾਵਾਂ ਗੌਸਲੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇਖ ਦਾਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜਗਲ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਅਬੂ ਸਈਦ ਸਾਦਤ ਦੇਵੇ ਅਬੂ ਫਰਦੋ ਬਰੇ ਦੇਵੇ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਅਬੂ ਫਜ਼ਲ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਬਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਬਲ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜਨਾਦ ਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸੱਤੀ ਦੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੁਵਾਵਾਂ ਉਦਰ ਔਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਮਰੂ ਕਰਕਰ ਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦਊਦ ਤੇਜ਼ੀ ਯਾਰੀ ਹਬੀਬ ਅਜਮੀ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰੀ ਤਨ ਮਨ ਹਰ ਦਮ ਮੈਂ ਹਬੀਬ ਅਜਮੀ ਦੋਵੇਂ ਬਲਹਾਰੀ ਤਨ ਮਨ ਹਰ ਦਮ ਬਿਰਧ ਪੁਕਾਰੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਸ਼ਾਹ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਸ਼ਾਹ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਧਕ ਹੈਗੇ ਡਾਢੇ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਬੇੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਰੱਬ ਪੁਕਾਰੀ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀਰ ਪਿਆਰੇ ਕਾਮੂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਜ਼ਦੂਲਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਰ ਦਮ ਇਹੀ ਮਿਰਦ ਪੁਕਾਰੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਸ਼ਾਹ ਹਦੀ ਮਤਵਾਲਾ ਬੀਤਾ ਪਿਆਲਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਸੈਯਦ ਵਾਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸੱਜੇ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀਰ ਪਿਆਰਾ ਬਦਰਦੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਾਰਾ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾ ਚਟਕਾਰਾ ਨਾ ਕਾਰੀ ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਅਕਰਮ ਅਮਰ ਹਾਰਾ ਜਾਈ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਭ ਦੀ ਥਾਈ ਨੌਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਥਾਈ ਮਾਲਕ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਮਾਲਕ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਸਖੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਾਸ ਤੋਂ ਆਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮਰੂਬੈ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸੈਯਦ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਰੂ ਤਾਰੇ ਬੇੜਾ ਉਗਲਹਾਰੀ ਦਾ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰ ਜਲਾਨੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੁਰਾਨੀ ਸੈਯਦ ਮੀਰਾ ਹੈਲਾ ਖਾਨੀ ਕਾਚਾ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਰੀ ਦਾ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਗਲਾਨੀ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮਸੂਦਾਂ ਬੀਰ ਦੁਲਾਰੇ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸੂਰੀ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਜਾਨੀ ਅਬੂ ਨਾਸਰ ਹਿੰਮਤ ਕਾਰੀ ਦਾ ਅਬਦੁਲ ਬਹਾਬ ਦਾ ਨਾਵਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਗਾਵਾਂ ਗੌਸਲੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇਖ ਦਾਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਕਲ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਅਬੂ ਸਈਦ ਸਾਦਤ ਦੇਵੇ ਅਬੂ ਫਰਦ ਤੋਂ ਬਰਦ ਦੇਵੇ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਅਬੂ ਫਜ਼ਲ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਬਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਬਲ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜਨਾਦ ਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸੱਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੋਰ ਗੁਆਵਾਂ ਉਹਦਾ ਰੋਗਨ ਆਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਮਰੂ ਕਰਕਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਊਦ ਤੇਜ਼ੀ ਯਾਰੀ ਹਬੀਬ ਅਜਮੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੁਲਹਾਰੀ ਅਸਤਕਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਂ ਦਰੂਦ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਾ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਮਤ ਸਾਰੀ ਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਬਰਕਤ ਬਿਨਾ ਕਰ ਛਟਕਾਰਾ ਬਰਕ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾਹੁਮ ਸੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆਦਤ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰਰਤ ਮਿਆਦਾ ਅਲਫਾ ਅਲਫੇ ਮਰਰਤ ਮੁਬਾਰਕ ਸੱਲਮ ਪ੍ਰਿਯ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਨੇ ਰਹਿਮਤ
بزمِ الٰہیت پہ لاکھوں سلام، یا الٰہی صدقۂ آلِ رسول، یہ سلامِ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أنس رقيتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العزيز واجعل لي إماما نورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني مما نسيت وعلمني مما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعلني حجة يا رب العالمين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ولكرم أول سليت الآخر. اس میں اپنے پاک کا انتظامات ہوئے رنگت پکیا مولا کریمہ، جو ختم پاک انتظامات سنا خامی ذکر اذکار ہوا، کلمہ کلام پڑھی گئی، مولا کریمہ ختم پاک پڑھے گا، دل سلام پڑھے گا، حاضری کی حاضری کا سباب مولا کریمہ صاف ہو تیرے علم اپنے بارے پکنا کبھول ادھا سباب آق نمدار مدین تاجدار آمدی مرتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار کا حدیتاً توفتاً نظرانتاً عقیدتاً محبتاً تشکنہ کا بودھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین قریبین طیبین طاہرین تمام اصحابہ تمام تابعین تبع تابعین اکرام شہداء اکرام شہیدہ کربلا جنہوں قربانیاں پیش کی تھیں بہت تشکنہ کا بودھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آل پاک اہل بیت آل حسن برگا تشکنہ کا بودھا مولا کریمہ پینت پاک کہ مسلمہ بڑھتے دستگیر شبہ زیرہ مکانی سے قربانی غوثی سمدانی حضرت سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رادی آجگی برد بار 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 کشن قبول فرما سیسلا فادیہ کشت نقشبنیہ ویسیہ سیالگیہ حسینیہ کراغیہ نوشائیہ جو بھی صلاحتہ نیک روح کو پشن قبول فرما مولا غصبات ما بلیاں غصہ خطبہ کلندر قبول واقع اہل دربان بارد پشن قبول فرما مولا غصبات مولا بن حضرت پی سید کراغ علی شاہ حضرت پی سید محمد علی شاہ حضرت پی سید عبد الحن شاہ حضرت پی سید نادر الحن شاہ حضرت پی تمام صلاحتہ پشن قبول فرما مولا قریمہ اس آستان کے جتنے صلاحات پر دنیا سے دھلگی سم پشن قبول فرما مولا قریمہ ان کے سچے وسیلنا مولا قریمہ حاضرین کے بہن بھائیوں میں سے ماں باپ میں سے اور رشتہ داروں میں سے دوست احباب میں سے جو بھی دنیا سے دھلگی ملکی مصافی بخشی فرما اس آستان کے سچے سب کی کبیر و صغیرہ گناہ کو معاف فرما مولا کریمہ جنہیں اس محفل پاک میں انتظامات میں حصہ لیا مولا کریمہ سب کی حاضری آپ نے بارگاہ میں قبول فرما مولا کریمہ ہم سب تمام کی پریشانیاں دور فرما ہم سب جو بھی مشکلات آسان فرما ہم سب جو بھی تمنائی آگیاں پوری فرما ہم سب جو بھی بیماریاں دور فرما مولا کریمہ بیماروں کو شفا عطا فرما جو گھروں میں ہسپتال میں ان کو صحت عطا فرما ہمارے جسمانی روحانی قلبی ذہنی دماغ تمام بما شفا عطا فرما مولا کریمہ بے اولادوں کو نورینہ اولاد عطا فرما بے رزق کو حلال رزق عطا فرما مولا کریمہ ایمان کی سلامتی عطا فرما ملک پاکستان میں خیر و عطا فرما یہاں کی مسلمان پریشان حال سب کی پریشانیاں دور فرما کشمیر کے مسلمان کی رحمت امداد فرما زمین و آسمان بنائی سے محفوظ فرما ظلم و ظالمہ سے بچا اللہ رب کی ورحم انتا خیر و آخمین اللہ رب تقبل منا حاضر دعائی ما جماعت المسلمین یا الہی الجزا تیری عطا کا ساتھ ہو یا پر مشکل شاہ مشکل کو شاہ کا ساتھ ہو یا الہی بھول جم نزا کی تکلیف ہو
شادیدار رسول مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی مشرق میں جب بڑھتے بدن دامِ محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، الہی بحق محمد رسول دو ہم گناہگار نکال سب، ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يقوم الحساب، مولاي سب کی مرادا پورے فرما، سب کی تمنا آدھے پورے فرما، ہم سب کو اپنے پیر مرشد کا احترام کرنے والے بنا، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سر پر قائم فرما، اسی طرح اس آستان پر دنیا آخری جادر خیر پادر یہ آستان قیام تک جاری ساری فرما، اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الواقعین، اللہم رب تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی علی رسول خیر خلق یا ارحم الراحمین.